سلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل وصحابتي وسهل كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين
مستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم قالوا تملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه فيه سكينة من ربكم وبقية مما
وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلم قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله صابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا
ربنا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم.